زینت القراء قاری حافظ محمد وقاص صاحب سے وہ تشریف لائیں اور مخصوص وقت میں رہتے ہوئے آیات بینات کی تلاوت فرمائیں. قاری محمد یعقوب صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. سبحان الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم سبحان الله. لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي
والله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم.